متسبعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذه الدردشه الليليه مباشره من تطوان مع معتكف. اهلا وسهلا ومرحبا. طبعا بعد القرار اللي اتخذته الحكومه، شنو رايكم في تمديد حاله الطوارئ؟ واش انتم مع او ضد العوده للحجر الصحي بعد ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بكورونا؟ اذا متسبعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذه الدردشه الليليه عبر الشوارع الحمراء والبيضاء. ندردشوا اليوم طبعا على تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 شو تنبير، يعني شهر إضافي ديال حالة الطوارئ. ولكن واش نتوما مع العودة للحجر الصحي بسبب ارتفاع إصابات وعدد الوفيات؟ طبعا متسببين بعد القرار اللي اتخذته وزارة الداخلية والصحة فيما يخص إغلاق مدينة طنجة وفاس بسبب ارتفاع الوفيات والإصابات. طبعا وهذا الشيء أكيد ربك حسابات ديال الكل. الان واش نتوما مع تمديد حاله الطوارئ الصحيه ام لا؟ هذا هو السؤال، لان بزاف ديال الناس تعتبروا ان هذه الارقام اللي ارتفعت كتشكل خطر محدق. كاين ناس كيقول لك خصنا نرجعوا للحجر الصحي، وكاين اللي تيقولوا لا. نتوما شنو في رايكم متسبعينا، واش مع او ضد؟ هذا هو السؤال. اذا نتمنى بالفعل تجاوبونا بكل صراحه في هذه الدردشه الليليه، شنو رايكم هذه القضية؟ واش مع أو ضد؟ أرقام كترتفع في الإصابات بالنسبة للمصابين وبالنسبة للوفيات، واش مع أو ضد عودة الحجر الصحي؟ اليوم 1140 إصابة، 14 حالة وفاة، أمس 1283، 18 حالة وفاة، الأرقام كترتفع. متسبعينا واش مع ديال العوده الحجر الصحي؟ بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم. طبعا شنو رايكم في تمديد حاله الطوارئ؟ واش نتوما مع او ضد العوده للحجر الصحي بعد ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بكورونا؟ هذا هو السؤال. معنا اوكي، بالفعل نحن مع العوده للحجر الصحي، لان كثير من الناس محترموش تقول نينا طريق سلامة ان شاء الله. تحية من هولندا، شكرا. تحية الناس ديال هولندا. اذا متسبع مع انوار كيقول مع، محسن كيقول لا، معكم احمد كيقول معكم، ناني اعتقد كتقول وي، محمد كيقول مع. اذا متسبعين خصنا نشوفوا الاراء ديالكم طبعا، واش مع او ضد؟ شكون اللي مع الحجر الصحي؟ يقول انا مع عودة الحجر الصحي، لان الارقام كترتفع وعدد الوفيات كذلك كترتفع. طبعا هذا الشيء تيخلع راك الحسابات مع معنا او مع او مع غانا، حنا مع القرار. اذا متسبعينا بغيناكم تاكدوا لنا واش مع القرار ام لا، مع الحجر الصحي احسن باش الناس تجلس في المنازل ديالهم. طبعا المتسبعين حنا ما بغيناش الناس تجلس في المنازل ديالهم، بغينا الناس اللي تلتزموا الحجر الصحي، وبغينا الناس يعني تلتزم. ملي كنقولوا ما بغيناش تلتزم يعني ما بغيناش تجلس عفوا في المنازل ديالهم، لان كنا جلسنا في هذا التوقيت ديال كنا نتفادوا مع العوده. مرحبا، لا للعوده الموت بيد الله يقول فؤاد. اوكي نعم مروه. اذا المتسبعين طبعا الارقام ارتفعت بزاف، عدد الاصابات ارتفع، عدد ديال الوفيات ارتفع، الوقت تيطول. نتمنوا بالفعل، نتمنوا بالفعل تم السيطره. عزيز كيقول نو، ساعي كيقول مع العوده. سلام، بين ارائكم متسبعينا، شكون اللي نكونوا واضحين، اللي مع العوده ديال الحجر الصحي راه مع العوده ديال الحجر الصحي، واللي لا تيقول لا. علاش؟ هذا هو السؤال. واللي تيقول نعم راه نعم، واللي تيقول لا واش ملتزم هو في نفسه؟ انت يا اخي ويا اختي واش ملتزمه او ملتزم بالقواعد الاجراءات الاحترازيه ديال الحجر الصحي والاجراءات الاحترازيه؟ متسبعين مباشرة من تطوان دردشة الليلية، نتمنوا بالفعل، نتمنوا بالفعل الناس تلتزم، هذا هو الأهم. بغينا نعرفوا شكون اللي مع وشكون اللي ضد. أنا مع إعادة الحجر الصحي، مع الحجر الصحي، مع حافظ أوكي، مع الحجر الصحي. كنشوفوا الأغلبية ديال التعليقات ماشي مور بعضهم، كلشي مع الحجر الصحي. الحمد لله الناس مقتنعة وواعية وعارفة شنو الخطورة. اذا نتمنوا بالفعل، نتمنوا بالفعل تتم السيطره على هذا الوباء وترجع المياه المجاريه المغربيه في سويسرا مع العوده. اوكي
دان تحية الجالية المغربية المقيمة بسويسرا وتحية لكل المتابعين الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن. أغلبية ديال التعاليق كنشوف الناس مع ارتفاع الإصابات وعدد الوفيات تقول لك حنا مع، طبعا ما عالم هذا لأن الناس ما التزمتش. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، الناس ما التزمتش. فكانوا الناس التزموا، يونس كيقول لا 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 أوكي ما باغيش. الله يهديكم، الأغلبية ما عندوش الحجر الصحي مع أوكي. إذا المتتبعين نتمنوا بالفعل، نتمنوا بالفعل الناس تلتزم، هذا هو الأهم من شارع، من شارع 9 أبريل مدينة تطوان. أنتم كتشوفوا الأجواء مع أخي أوكي، مع الحجر الصحي. حسين كيقول لا، طبعا الآراء تختلف وكل واحد حر في رأيه، ولكن أغلبية ما الحجر الصحي باش الناس تجلس في دارها أوكي مع العودة أوكي. درهم مرحبا أوكي، إذا كانت 1000 درهم مرحبا أوكي. إذا المتتبعين احنا مازال معكم في البث المباشر مباشرة من تطوان عبر شارع 9 أبريل الطريق الدائري مع ارتفاع الفقر أشد من العودة. أمينة كتقول نعم مع العودة، احنا ضد الحجر واخا يفرضوا احنا ما نديروش لا رحمتك يا ربي اوكي. اذا المتتبعين طبعا الارقام ارتفعت ديال المصابين بكورونا وديال الوفيات، هذا الشيء ماشي طبيعي وخطير. سنة كتقول معه اوكي، انا اذا حجر صحي اوكي. كوثر كتقول لا، سنة كتقول نعم. طبعا الاغلبيه ديال التعاليق هنا ماشيين مع تبقى زريقه الهوي وزين الدنيا اوكي، التجميد اوكي. نتمنوا الناس تلتزم مسافة الأمن، كنهضروا على الالتزام وتباعد الأجساد واستعمال الكمامة. راه حفاظا عليك أنت يا أخي اللي كتقول لا، احتراما ومعاك أنت اللي كتقول نعم. هذه مسؤوليتنا كاملة، نتمنوا بالفعل الناس تلتزم، هذا هو الأهم باش يمكننا نتغلبوا على هذه الجائحة، لأن هذا الشيء راه تيخلع. باش نكونوا واضحين، هذه الأرقام الإخوان ماشي سهلة، 1144 اليوم و 1283 البارح، 18 ديال الناس ماتوا البارح، 14 ديال الناس ماتوا اليوم. هادشي ماشي ساهل، حنا بغينا الحجر الصحي. يقول احمد الحمد لله كورونا فشت الوضعيه الصحيه. نقول شفيق اوكي الحجر الصحي يطبق على الجميع، اذا لسنا شغالين يقول صاحبي الموت والحياه بيد الله اوكي. انا مع الحجر الصحي. يقول محمد امين فاتي نعم مع العوده. اذا المتتبعين نتمنوا، ما شفنا والو مع الحجر، ضربنا الجرح خصنا الدعم والحجر يكون كل شيء متحزم اجباري اوكي مع صفا. نعم العودة قبل فوات الاول اكيد. لا طبعا المتتبعين في غياب، في غياب انضباط ديال الكل، هذا هو المشكل. راه اذا ما التزموش الناس غيكون القادم أسوأ. نطلب الله ان الناس تلتزم. طبعا تذكير ان الموسم الدراسي بلاغ اللي صدروا وزارة التربية الوطنية انه يوم 7 شو تنبير غتبدا الدراسة. نطلب الله، نطلب الله مع هاد الحالة ديال التمديد ديال 10 شو تنبير، نتمنوا من هنا الموسم الدراسي بالدرجة الأولى. ما الصيف دابا الصيف ما كنهضروش عليه، راه نعتبروها انتهت. قلنا غدا، غدا كينتهى الأسبوع الأول من شهر 8 كيبقاو ثلاثة الأسابيع، كنهضروا على ديك جوج الأسابيع على أعلى تقدير. الأسبوع الثالث ما نهضروش عليه لأن غتكون صافي الدنيا خوات، كلشي يرجع للمدن ديالو المدرسة وباقي لا والو. نتمنوا بالفعل الله يرفع علينا هذا الوباء. بغينا موسم دراسي في المؤسسه، ما بغيناش موسم دراسي عن بعد، لان الموسم الدراسي اذا بدا مطبر عن بعد ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. راه باش نكونوا واضحين ديك الساعه باي باي التعليم، راه ما يعطيش الاكل ديالو. نتمنوا بالفعل، نتمنوا بالفعل الناس تلتزم حفاظا على اولادكم. راه ما كاينش شي واحد هنا ما عندوش ولد ولا بنته كتقرا، ولا اللي عنده جوج ولا ثلاثه ولا اربعه تبارك الله. راه التعليم عن بعد اذا بدا مع البدايه ديال الموسم الدراسي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. باش يكونوا واضح صعيب، راه هذا الموسم هذا اللي داز قراو 7 شهور في المؤسسه و 3 شهور تعليم عن بعد، وراه عطى كوارث في الحقيقه، معاناه ومشاكل لا بالنسبه للتلاميذ ولا بالنسبه لاولياء الامور ولا الاساتذه. المشاكل المؤسسات راه باقي ما تحلوش، اللي خصو 50% اللي التزم، اللي ما التزمش، اللي حرض الاساتذه، اللي استغلهم، اللي دار. كاين مؤسسه هنا في تطوان للاسف بعض المؤسسات محسوبه على رؤساء الاصابع، شابو تحياتي لهم،
تعاملوا مع الاباء مع ولي الامور. المهم كان الحوار. اما كاين مؤسسات اللي لغات راسها وبقاو طالعين السماء ومازال هذا مشكل، هذا مشكل ومشكل كبير. ما بغيناش هذا الموسم الدراسي الاخوان يرجع بهذه القضيه. طبعا حنا شي واحد كتب هنا التعليق نشوف 4 شهور وحنا مقهورين زيدوا. طبعا لا زيدوا ما كتب اوكي. طبعا هذا الشيء ديال الله، حتى واحد ما باغي هذا الشيء يطول، ولكن شاءت الاقدار، شاءت الاقدار متسبعه. اذا هنا معكم في هذه الجوله وفي هذه الدردشه الليليه مباشره من تطوان مع معتكف كندردشوا باش نوضعوا النقط على الحروف. المساله كتهمنا كاملين الاخوان، كل واحد هذه مساله كتهمنا كاملين بدون استثناء. ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش وليداته جوج وثلاثه في المؤسسه. كاين مؤسسات كما قلت اللي تعاملوا مع الناس، وكاين اللي مازال الحرب قائم، كاين اللي جا مفوض قضائي، وكاين اللي فضل دعوى، وكاين اللي حكم بدون محكمه، وكاين اللي مازال، وكاين اللي استغل الاساتذه، كاين اللي جيس الاساتذه، وكاين اللي دار كل واحد شنو دار. اذا هنا كنهضروا على التعليم، التعليم القاعده الاساسيه ديال اي دوله. دوله راه اذا مشى لنا التعليم مشى لنا كلش، على اي مستقبل نتحدث، على اي رجال الغد نتحدث. اذا المتسبعين نتمنوا بالفعل نفكروا موسم الصيفي انتهى، باش نكون واضحين غدا ان شاء الله 7 في 8 الاسبوع الاولي مشى، باقي على اعلى تقدير وما يبقى الجو نسبيا مزيان ما ترجعش ديك الرداءات احوال الطقس غنجبدوها في 15 على اعلى تقدير. اذا نتمنوا بالفعل نفكروا في المستقبل موسم الدراسي. تحيا احمد من اكادير، العوده الى امتداد الافضل. نتمنوا بالفعل الناس تلتزم وفكروا في المستقبل ديال البلاد وفي وليداتكم، لان راه اذا بقات ارقام طالعه اكيد عاد ترجعوا التعليم عن بعد، لان الدوله ما غاتغامرش باش نكونوا واضحين، راه صعيب. وليدات صغار كاين ديال التحضيري، كاين ابتدائي، الاعدادي، الثانوي، التاهيلي، كذا. اذا على اي مستقبل نتحدث؟ اذا مثلا المشاكل انتم شفتوا المشاكل والمعاناه، لان هنا باش نكونوا عاود موضوعيين رغم ان هذا الكلام ما عاد يعيش بزاف ديال الناس. راه ملي كنهضروا في الشعارات اللي ترفعت قد الفلوس قد القرايه، راه قد الفلوس قد القرايه، راه ما عندها حتى شي معنى تكون هذه المؤسسه كما كانت وتكون ديال من ما كانت. كاين اللوبيات، اللوبي الفساد اللي عشش في هذه بعض المؤسسات ورجع البيع والشراء خدام، باش نكونوا واضحين الاخوان. ملي تنهضروا على التعليم راه حق مشروع، حق في التعليم هذا حق دستوري. راه ما يجينيش انا واحد تيبيع ويشري في شي اكس ولا ايكغيك ودار الفلوس ويستثمر مشكره ويفتش على طلبة وطالبات اصحاب الماستر اللي جالسين ويعطيهم جوج فرانك ويخدمهم يقريو عنده في المؤسسات ويستغل الوضع كامل في الوقت اللي الاباء اولياء الامور كيتشكاو، لان اكس ولا ايكغيك هاد الاب ولا هاد الام ملي كتخلص المؤسسه باش ولدها يقرا في المؤسسه. راه ملي كنهضروا انك كتخلص على المؤسسه، حتى العامل النفسي ديال التلميذ، التلميذ خصو يقرا في المؤسسه مع الاصدقاء ديالو في القسم، مع الاستاذه ديالو، بالطاوله ديالها، بالسبوره ديالها، بالمرحاض ديال ديك المؤسسه، بالكليراج ديال ديك المؤسسه، بالساحه ديال المؤسسه، ديك الفضاء، الفضاء الرياضي والبيداغوجي وكذا. اذا انا كنخلص واحد الخدمه مقابل واحد العمل. اذا راه هذا الشيء ما توفر ليش راه ما خصنيش نخلصوا 100% باش نكونوا واضحين. خلينا ديك الهضره الخاويه، لا مصاريف ضرائب قلاله، ملي جينا نفتحوا الميله ديال الضرائب هذه هي الطمه الكبرى. وهنا نتمنوا بالفعل ان الدوله تدير يدها على هاد بعض المؤسسات، ولكن حتى لا اقول الكل، خليونا من النوار وخليونا من هاد الجقلاله، لان مشاكل كبيره. اذا حنا هذا الوطن ديالنا وهادو وليداتنا وخصنا نمشيو للقدام. هاد المؤسسات كاين مؤسسات طبعا اللي راعت الظرفيه، اما الغريب في الامر اللي ما بغاش تدخل ليا البال، ما بغاش تدخل ليا العقال، انا هي بعض المؤسسات فرضت على اولياء الامور جيب لي شحال كتربح وشنو هو الضرر وعلاش وكيفاش. الدوله كذا ولا ما عملتش هذا الشيء، وانت مؤسسه مستثمر مشكره ما تجي باش انا نجيب لك الشهاده، وشكون انت باش منصفه كاع المسائل الخاصه ديالي، شكون انت ايها المدير ديال المؤسسه باش منصفه انت عندك في نطاق منطقه واحد اسيدي، في نطاق منطقه واحد، في نطاق منطقه واحد. اذا اباء اولياء الامور عاشوا الامرين بصراحه. انا شخصيا حضرت على وقفات بعض المؤسسات اللي زعما تسليم والسلام، مدير المؤسسه يقول لك لا سيدي يجيب لي شحال تيربح وفين هو الضرر، وانت جيب لنا شحال كتربح
واعطينا شنو اللي خسرتي انت كاع كمؤسسه، انت كمؤسسه شنو اللي خسرتي؟ قراو 7 شهور تخلصوا لنا 7 شهور، 3 شهور ما خدمتيش ماشي مشكل، عندك الضو ناقص، الماء ناقص، ميناج ناقص، كاربيرو ناقص، قطع الغيار ديال السيارات ناقصي، بزاف ديال الامور. اذا هاد 3 شهور اللي عليها الصداع، انت اخويا خصك تكون وطني وتضحي. الناس كيقول لك 50%، ملي كدير انت الكالكول كتلقى راسك انت ما خسرش اصلا، حيت انت 7 شهور تخلصتي فيها السيد المدير المحترم ديال المؤسسه ولا السيده المديره المحترمه ديال المؤسسه، 7 شهور راك تخلصتي فيها. هاد 3 شهور عن بعد، ايوا راه طبعا الاباء مشاو خلصوا الكونيكسيون، مشاو شراو الطابليت، كاين اللي شرا البيسي، كاين اللي كذا، كاين بزاف ديال المصاريف. اذا باش ما ندخلوش في هذا النقاش اللي هو في الحقيقه ماشي وقته الان، وراه ماجي عاود هاد الموجه ديال هاد النقاشات عاد تفتح من جديد بعد ما تبدا المدرسه، ونتمناو من الله ما نرجعوش للتعليم عن بعد، نتمناو من الله. اما بعض المؤسسات اخرى اللي للاسف فرضت على ناس واحد المطبوع باش جلك ولدك تمضي لي وتلتزم ان في حاله ما رجعت كورونا تخلصني، والحماقه سيدي هذا هو الحماق. ما عرفش انا كيفاش المؤسسه كدير مطبوع وتعطيه اولياء الامور يوقعوه باش اذا وقع ما وقع تلتزم، ايوا انا انت تلزمني وانا باش علزمك، انا كزابون دابا زابون ملك هو اللي تيحكم، انت انا زابون، لما كنتش انا غنجيب ولدي وهذه غتجيب ولدها وبنتها وهذا كذاك، المدرسه عاشده رجع مدرسه ديال تعليم الحرشه والرغايف، باش نكونوا واضحين باش نسمح على هذا المصطلح، لان هذا هو الواقع. باش نعرفوا واحد المساله الاخوان، هذا موضوع جا في هذا السياق ديال حاله الطوارئ، لانه حنا تزامنا مع هذه المساله ديال الدخول المدرسي. راه ما يمكنش المدرسه تجي وتفرض على اولياء الاباء على اولياء الامور واحد المطبوع وتفرض عليك انك انت تلتزم معايا اذا وقع ما وقع تخلصني. ايوا وانت كمؤسسه باش غتلتزم معايا انا؟ باش هذا هو الجزاء ديالي انا. اذا الان كاين ناس للتذكير، كاين ناس كتفكر انهم غيمشيو يتفاوضوا مع مؤسسات في هذه المؤسسه وانا تصدع، مشاو طلبوا الانتقال ديالهم وغيجمعوا بعضهم 40 50 60 يعني تلميذ اولياء الامور وغيمشيو. شنو هي الشروط؟ شنو هي الامتيازات اللي غتعطيني انت باش نجي عندك؟ نرجع دابا البيزنس از بيزنس، غنجي عندك مقابل ماذا؟ شنو عندك في السوق؟ شنو عندك في الصندوق؟ اذا انا عندي 40 تلميذ ممكن تشكل واحد اللجينه، وهذا اللي كيتراجع في الكواليس اللي وصل الى علمي، ان اباء اولياء الامور الان كيجمعوا وليداتهم اللي تنقلوا من مؤسسه وغينزلوا الى مؤسسه معينه. هنا 40 تلميذ، اذا هذه راه ميزانيه باش نكونوا واضحين. اذا شنو هي الامتيازات اللي عندك انت باش يمكننا نجيو عندك حنا ب 40 تلميذ مثلا ولا 20 ولا 30 ولا كذا؟ اذا نتمناو بالفعل دعوات ديالكم، نتغلبوا على هذه الجائحه باش نرجعوا الامور الطبيعيه. هذا على الايمان تبقى المؤسسه بعدا تلميذ، راه ولادنا عادي يتكرفشوا باش نكونوا واضحين. راه لا قدر الله رجعنا للتعليم عن بعد من جديد ورجعت الموجه الثانيه حسب التحضيرات ديال منظمه الصحه العالميه كتقول لنا موجه ثانيه كبيره ما جا، غادي نرجعوا للتعليم عن بعد. يرجع لنا التعليم عن بعد راه غتكون هنا الكارثه، هنا الكارثه. لماذا؟ لان هذه الارقام كترتفع، هذا التعليم غيطيح باش نكونوا واضحين. اذا نتمنوا بالفعل الناس تلتزم، هذا هو الاهم، بغينا الناس تلتزم. الله يجزيكم بخير، كل واحد يتحمل مسؤوليته. انا معكم في هذه الدردشه لان هذا الشيء ماشي سهل، باش نكونوا واضحين هذا الشيء ماشي سهل. اذا نتمنوا بالفعل الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع المياه المجاري، هذا هو الاهم. قالنا متسبعين من تطوان، حنا كندردشوا معكم حول شنو رايكم. دابا هما جوج المواضيع جاوا في السياق، فرضوا راسهم جوج ديال المواضيع فرضوا راسهم متسبعين. تمديد حاله الطوارئ 10 سبتمبر وبدايه الموسم الدراسي 7 سبتمبر. الاهم هو المستقبل ديال البلاد، علاقته بالتعليم، لان الحق في التعليم حق دستوري وهي القاعده الاساسيه. نتمنوا بالفعل الناس تلتزم باش الارقام تنخفض وباش ترجع الحياه الطبيعيه. اضعف الايمان يرجع التعليم لما كانوا الطبيعي، راه التلميذ خصو القسم،
الاستاذ استاذه في القاسم، اصدقاء ديالو تلاميذ في القاسم، الطباشير والسبوره في القاسم، داك الفضاء الترفيهي ديال الساحه والاستراحه والساحه وكذا باش يجري وينقز ويلعب في المؤسسه. الطفل ملي كتحبسو في الدار وكيرجع لك الضغط وداك الستريس راه صعيب. انتوما في البدايه ديال الحجر سمعتوا مجموعه ديال التسجيلات الصوتيه ديال الامهات اللي كتقول انا ما بقاو تصيفطوا لي حتى حاجه، الدري غندير له غنصنع له عيان داك المصطلحات. ام كتحيح وكتغوت التسجيل الصوتي صيفطاته للاستاذه، ولدها ما فهمش لهذه الاعتبارات، ربما ضرباته وتقلقت كذا، كتوصل الامور الى ما لا حمد عقبه. طبعا لان الله يحسن العوان لديك الامهات، لان هذيك الام باش كتخلص المدرسه مقابل واحد الخدمه. اما اذا عادي نخلص ونقري انا في الدار على اي احنا كنرجعوا لديك الاداء، على اي اداء عادي نخلص انا ديال 100%؟ ما يمكنش. حتى انا كاب ولا كام خدمت قريت ولدي درت، انا خصني نتخلص دابا باش نكونوا واضحين. هذاك المجهود اللي كتقوم تقوليش لا ولدك، لا ولدك خلص عليه فلوس، اذا المؤسسه خصها تبقى لي دوفيس. طبعا كنشدوا على يدهم بحراره المؤسسات اللي نحسوا بعض رؤساء الاصابع على المستوى الوطني في بعض المدن اللي تعاملوا مع الاباء والامهات، وكاين اللي ضحى وساهم بروح الوطنيه ديالو، عفانا شهر وشهر ونص وكاين حتى شهرين، وكاين طبعا في اطار التفاوضات كاين ينقص 50% كاين 40% كاين كامل. وكاين للاسف اللي طارت معزه ما بغى يحيد حتى درهم، كيقول لك انا ما نادك انا ما فهمتاش شنو اللي خسرتي انت، شنو الخدمات ال 100% اللي قدمت. طبعا بغينا الناس تلتزم اكيد، بغينا الناس تحمل مسؤوليتها اكيد، وبغينا حتى هذه المؤسسات التعليميه تاخذ هاد الناس بعين الاعتبار، لان الان نض صراع كبير مع بعض المؤسسات، وللاسف كاين البعض ومحسوبين كذلك على رؤساء الاصابع اللي بينوا الجشع ديالهم، ما كاين لا روح للمواطنه لا والو، بحال اللي كيبيع لك طبعا ما ديك الهضره ديال التعليم وكذا ولادنا وديك الجقلاله، الهضره كانت خاويه حيت حضرنا في وقفات احتجاجيه وشفنا رد الفعل بعض المؤسسات سمحهم الله. داك الشيء زعما ما حاشا انك تقول هذه مؤسسه تعليميه كتقري وليدات الناس والناس كتخلص فلوسها، باش نكونوا واضحين. وكاين طبعا مشكورين الناس اللي ساهمت بشكل او باخر، وكاين اللي فتحت باب الحوار في الاول وجلسوا على الطاويله وجمعوا طوب الزربه كسيدي حنا الاولياء الامور راح لجناها شنو خصنا وشنو خصنا وشنو خصنا، وتم السيطره على الوضع احتواء الوضع بعجاله، وتفاهمت الاداره مشكوره، والامور كيقول لك حنا نخلصوها شنو عندنا شنو. كاين حالات اخرى اللي خلصت رغم عنها، لان وليداتهم كانوا امتحانات الباكالوريا، خاصه الناس ديال الباكالوريا كانوا رعصة، حتى لا اقول 100% اقول 99 فاصلة شي حاجه، 99 فاصلة خلصوا بالمسبق، الناس صافي بقاو فوق فوهه بركان. كتهضر معاه تيقول لك وانا بنتي انا ولدي في الباكالوريا واش غادي واش غنضيع له المستقبل، هو اللي عطى الله هو هذا، دعوة الله سلك سلك. متابعينا شكرا لكم على تفاعل التعليقات ديالكم، كان معكم معتكف في الدردشه الليليه من تطوان، الى اللقاء في بشر اخر.